بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. إخوة العقيدة، موضوعنا علو الهمة أما هنك صاري قفكو إنو هن يشو وأن وضيع نقنن قفلي تنقنن وموضوع رنتي عسرك كان دم بواحد بضن لقى قري أحد العلماء سيد العفاني كتاب لا تدوم جلدودا في الأيام قري كتبك لو بضن لقى قري ومسألة كور رمان حتى ما أنت علماء سايكولوجيكا وقيبتنا يكوت المامان بوزيتيف سايكولوجي وها قسم الصور ده شيء طبعا كان سندود وجود بي دكتور مارتن سيليغمان اللي راده هو قاميو يجرو بوت مركا نصاكم نو مسألة تن الهمة هي الباعث على الفعل وحقفك كب حيين وحق سمايه وحانا لغسفين كرا بعلو أو سفل سفول يا علو كرين يا هوسين هنك أما الدونستا أما الطمع أما هن قرينتا مت كرانا وين نغن كرتا وقفكم معالي الأمور الرادعين أيه وحيريرنا وين داك اللابان أيه قفهم وينو ميل دروكسن انو قاد الربا ونقن كرا بشرك قفهن ليتو ميل سكر رفن ايا لوبا ديا ديدي غانكا كي عكرين ونقن كرا انسان كان وحيدا دان بقدر همتي ان بدن وكمد الهي وحكسية سبحانه وتعالى وكمد سينو حديث قاركو دارك دونو نلاش لفته دو حقوق وحقوق حقيقية بينهم بقدر همتي قف كان هن إياهن قريبة هينني دو حيره حاسوس كف اللاده ماشة حاسوكو قنعة قف كي هن كردن تانا ده أضن سقو أقبل أبا قف كمرك هن ك إياهن قريبة طمع وكردن تو وح أقبل أبا إن بين شركة لا أضن صدان ولذلك بقى علماء المسلمين تي وحي تلمامان همي قفك مؤمن كا يدونستيس ايا ككر يبايدا دين حتى عمل كيس طموحة يدونستي يوحو كفكر يوحو الرادعين يقفك مؤمن كا عمل كيس وكبدني ولكن نبي شيقي عليه الصلاة والسلام حديثك امام البخاري ورينيو من هم بحصنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة قفك كو همية كو وروري الربائن السمية وناك سأودي كريواي ظروفك صاحي وحنك عليين إلهي أكتي سوح وقرى حسنة كاملة هنكي ساسا لغا أبا المريا همي كيساسي أوح الله قرى محي حسنة لما يسترم بالنبي عليه الصلاة والسلام إن قفك هنكي سوية هاي وحيابا لغا أبا المريا وحات الماما نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام مسلم غير كي بصوصة رين وحلي من سأل الله الشهادة بالصدق قفك إلهي ويديسته الشهادة في سبيلي شهيد النقضة لكن بصدق هو يدسترون سقو كرون شيغية سقو قوانك وقات همي قانا ووهيستا وانو الدمع سيئين وكرون شيغو لكن ما يسور توبين نبقو حلي عليه الصلاة والسلام ما دامد إلهي ويدسين إسا الشهادة نبنا إكاطه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ابن النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحو قارسية
منزلوينك أي شهداء آخرة دقيان شهيد كي إلهي درتي وقير يودي منزلوينك أي دقيان بالا قارسية حتى وإن مات على فراشه بالالي حتى قولي قرد حديثة بهاسك قرد انته يوبا دقال بكر لمنن يجهاتوني حتى قولي قبل نفطها كقبح دي هدو قوان كان كرميسنا إلهي نويدي سني رنا إكاهيد إلهي سبحانه وتعالى وحقارسية منازل الشهداء وكان النبي قول عليه الصلاة والسلام نكي مؤمن كجهاتك وصوحي الحدي إلا كيني سقوب عن جهاتك إن مال جيرد وكهلا شيء سكردن طي قد أوقع الله أجره على قدر نيته بولي حديث كإمام أحمد يغير كيبا ورينيان شيخ الألباني صحيح لغيره وكشيئي وحنا بقول عليه الصلاة والسلام إلهي أجر كي سوح قدقا على قدر نيته نيدي سوينتي أي قارسي سنيد ولذلك أيها الإخوة نيدا فيعن يهمي قصاري وأن تمني أهين داي دريمين كما ورمينو تتكن يغس قصعونا يهريوضا وحان كورمينا وحويان محي وهم الدبعة ورور الدبعة نية صالحة والصدق وكتشره والربين وحكاً قبطه لكن لأسباب ما أنا يسر تقالي ويدين وحي قاله إن الله سبحانه وتعالى كأبا المريني حتى واك النبي قول عليه الصلاة والسلام حديث كيما من النسائي وداود بصوصارين شيخ الألباني صحيح قلت المامي ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نومه إلا كتب له أجر صلاته ما تشرب نبغل عليه الصلاة والسلام قف هبينك سلادك عشري صلاة الليل لها همي سوهاين إلهي كحر ما الله حريره لكن أي هبين هرددك كحق بضطي ودبتنا ساركي واقي بريي كاسب النبي يقول يا إلهي أجر كي سلاد دي سنة وقرية هرددنا الصدقة يا هيد إلهي كو صدقة داشتي وكان النوم صدقة علي ما دام همي غير قوان كاسي وقبي وحكفلا إنه النبي عليه الصلاة والسلام نوت المامي مدينة حديث خلاص قرنا بمسألة وسوق لك عن قيبة بضانو كميدي صحابة دي مدينة وتمات لي تبوك وحن نفول النصي وكل الدقال قلينا يا ونبي وحبه وايي إيه كان نقضي يقو أوية والرقوة وينه أوية لكن وجنة أوية كان نقضي يقو مركاسي أسور توبي ويدين نبي محمد عليه الصلاة والسلام راعان الله الدقال قلان مركي لقى صور نقضي بالدقال كي تبوك نحضر لصوى صعوده أي النبي وحدينا بالمدينة أقواما ما قال دي مدينة حديث كبخارة صوصاري مدينة رقبة شوغة أيضا ضوحك الطلاب أما هو بأيضا كطلاب إلا إيه وين للسعودين مرسلين يا رسول الله ما إنا غين للسعودين وين للسعودين بالإلي رواية كقاركود نوحي تلمامي إلا يا أجر كيد الله وداقي وهم بالمدينة بالليل ما يقول لي مدينة شوقي هذا ناجر كوحولها هاي هابو نبقول عليه الصلاة والسلام حبسهم العذر هم يقني يورور كم با هاي وين وحن سميان بيدوني لكن ويسور توبي ويدي أما حانونا النغطة أما وحي فولانا يوايانا حبسهم العذر بو نبقول عليه الصلاة والسلام عذر دار باعلي أخوتي في العقيدة مركة قفك مؤمنك هو قف عالي الهمة وقف همدي سؤاد يكر ريسه همي قوين قفك سيدانة وحاو الراد عيني ورادين ايو نفيا نفيس بوكو بحيا نفتنو اوهرا وحا قالق وهستنو اوهرا وحاو الراد عيني وين سيئو احاقيتيو وناقيا وحاو دون ايو قفك همي قوين هايو وقف نفتي سكالسونك وقبه
ربينا كالسوني كقبة مجد في العمل الله. ولذلك بين علماء وحيدة هذا همك كرية مركبات بككو بين علو الهمة دور شيء الله سقدري ويان بين هذا منها الجد في الأمر وقف أرنك مركو هرد دالي يحوك بحنية وأنا يتمني تمني كاهين وقف بين هذا وحيابها اللي ت الدنوغية وحي لما دانا مترفع ككرية وقف راد عيني طموح صار له مال سرينو قاعد الربا. ولذلك يا نبي عليه الصلاة والسلام وحين ليه قف جنة دوني إلهي كعب صدا من خاف أدلج بنبوه قفك عبصدا وقوريا ومن أدلج بلغ المنزل قفك قوريانا هبينك سعدانا وقارا دمشو دوني قفك عن سكردار أرسانو عد عيد سوغيني هبينك قورها سيچاني وقف ربينو السعدا وقارا مشو ربي نبي نوح عليه الصلاة والسلام ورهويا إلهي السلعة دي سنة وقالي أكسوناد ألا إن السلعة الله غالية الجنة إلهي وحو وحيدا كقضي ووحقال يبالط المامي إلهي قرآن كوحو كلي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها قفك آخر دونه من دون سقر أمي وسعى لها سعيها وحي أباه نيدنا السمية سعط كي لو قباهنا شقدي لو قباهنا نلي ما دو هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إلهي وحلي سبحانه وتعالى كواس السعي قود ومشكور كواس سعي قود وسعي لا أقبلي سيدا أوقيت حينو بهان قفك مؤمن كاهي إنو قف همجي سكر رأي أو نقضه ومال سر الراد عيني قف وحاو دوني أي تهي إنو جنة قلو. ولذلك قفك همدا وين له عزيمتي سيقوانك يسول لبع لبع مقالان فإذا عزمت فتوكل على الله بار رب إليه سبحانه وتعالى أهي علماء دويدا هذا قفك همي ويني دوني دا وحوك قيمي أو كمرو قودا مجرته إلا ساعد وقتي وأنو إلهي عبادتي سكبحينو كخسارتي موياني وحينو باهن مرك هانكو يوحا إن اتكرتا ووح أباهن قوانسي وقفكو قوان قارو يميل سر أو هيكسن أيو مركان لأن يميل سر أو هيكسن أيو نبي عليه الصلاة والسلام صحابة دي سيء الربي وحكو الربي يميل سر إني هيكسدان أدون كنية ما لها سكائية وحنكو مرة بينين مثلا وحولها النبي عليه الصلاة والسلام وريائي هيني يا وحيقم عليني يا وحو نفتي سيا عرورتي سيا ريركي سكا عليا يقربي او جنة ياشا بيعة العقبة صحابة دا وحكو قلي مؤرنين دولدني ما هلي سانيو وحوقو بي سانيو عربتا اسكا عليني سانيو ميل سرا قاري سانيو محانو لين نيباي دهدين هدانو انصارتي فولينو انانو كو قرقارنو كو هيلينو وحونا بقول عليه الصلاة والسلام لكم الجنة جنة ليدي واقبلين نبقو عليه الصلاة والسلام سحابة دي سمركو الربين يكم الربينين مدحبان نقوني سانيو ميل بلا أبي بكر ولقي كم أورنن خليفة المسلمين تيجو حكتاد نقان دونتا عمر كم ربينن خليفة الله بعد بعضنا نقان دونتا دولة السلام كان كله بعد بعض نقان دونتا ما دحينا كان نقطة وهي ما دحنا مدى الدنيا قيمة بدن قف كمسلم كأكتيس كاملها قف كمسلم كأكتيس وحقيمة كله وجنة فردوس الأعلى وحتى الجنة ضبو النبي محمد لي عليه الصلاة والسلام هدا إلهي الجنة ويديسان إسان وحا ويديسان تصاربا ليلي إلهو الجنة ضبو ميلا هنسو كي يقلها ورنن بالغوير هدا حتى الجنة دونيسو
waxaad raadcaysaa buu nabiguna leeyahay alfirdaws alacla, jannada halka ugu koreysa ka raadi. Sidaa ogeed baa saxaabada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar u fiirso, nin saxaabiyo dhallinyaraa baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u khidmeeyey. Habeenkii markuu soo tooso unbuu arkaa isagoo nabiga biyo la ag taagan. Ninkii khidmadiisii fiicnayd markuu nabigu arkay ayuu wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, sal, war bal maanta wax qabso, waxi weydiiso. Wuxuu dhi ilaahay rasuulkii sidaan soo fakaro, waa wiil yaroo dhallinyaraa. Yacni waxaad dareemaysa saxaabada saa loo tarbiyay, xataa dhallintoodii yaryarayd ayuu nabi maxamed ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam, sal, waxi weydiiso. Wax weydiisigii uu nabigu yidhi weydiiso tashada. Wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan ku weydiisanayaa murafaqataka fil janna, halkan adduunkan kugula saaxiibo kuu shaqaynayaaye, jannadana inaanan kaa hooseyna kula saaxiibo, jannadana inaan rafiiq saaxiib kugula noqdo ayaan ku weydiisanayaa buu yidhi. Awa ghayra dalik buu nabigu yidhi, wartaa waxaan ahayn may weydiinaysa, jannada ilaahay baa haye, wax kale ma codsanaysaa. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey wax kale inuu codsanayo ama wax kale uu weydiisanayo, wuxuu ugu jawaabay maya, wax kale ma rabo, ee waxaan rabaa inaan jannada kugula rafiiqo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu wuxuu ku yidhi, haddaba aacinnii bikathrati sujuud, bal haddaba anna waxaad iigu kaalmaysaa buu nabigu leeyay inaad sujuudda badsato, salaadiiyo cibaadaadka inaad badsato, jannada inaad rafiiqa kula noqotaa, meel soko maahee, hadduu hankaagu halkaa joogo, halkaa wixii lagu gaadhi lahaa adna badsa buu nabigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam. Idan saxaabada waxay ahaayeen dad han leh oo waxa sare raadcaynaya oo aan meel soka hankoodu ahayn, sida awgeed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinba wuxuu ka waramay inay ka mid noqonayaan dadkiisa ama ummadda muslimiinta ah qaar jannada mahayne. Waynu iska waramay baan umalaynaya. Waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay ummaddiisa inay ka mid noqonayaan duul jannada gelaya oo jidka siraad ku maraya sidii hilaac bilig yidhi, bikayri xisaab, iyagu jannada ku geli doona. Duulkaasi jannada gelaya markuu nabigu sheegay in 70,000 ay biduuni xisaab janno geli doonaan, ayuu Cukaash ibnu Muxsin axadu saxaaba baa istaaga, wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisi uu igu duceeyay inaan ka mid noqdo. Markaasuu nabigu ku yidhi, ka mid baa tahay. Markaasuu ninka la istaago yidhi, ana igu dacee, sabaqaka biha Cukaasha, buu ku yidhi. Yacni waxay ahaayeen dad hankoodu uu yahay inay meel sare gaadhaan. Ibnu Cabaas oo inan yarah oo dhallinyaro ah ayaa wuxuu yimi nin kaloo ansaariyo dhallinyaro ah. Markaasuu wuxuu yidhi, war waxyigii waa kaa go'ay ee waxaad yeeshaa inakaan saxaabada waaweyn u tagno axaadiistii nabiga iyo ka soo reebne, waa laga yaabaa inaynu cilmi badan ka reebne. Wiilkii kale dhallinyaradaaba wuxuu ku yidhi, uma waxaad u malaynaysaa waxaynu iminka baranaynaa in loo baahan doono, adigu waxaad baranaysaa in loo baahan doono. Wuu iskaga tegey, waraga tag buu ku yidhi. Ibnu Cabaas baa dadaalkiisii sameeyey. Ibnu Cabaas oo 10 jir dadaalkaa samaynaya, muddo yar kadib Xibrul Umma buu noqday, ummadda ninkii ugu cilmi badnaa ee qur-aan iyo xadiidi la weydiinayo ayuu noqday, isagoo dhallinyaraa la keeno shirarka badriyiintu fadhiyaan, uu Cumar keeno oo uu as-ila weydiiyo, oo rag waaweyn oo badriyiin su-aalahii garan waayeen uu isagu ka jawaabo. Yacni hammi buu lahaa ah inuu ururiyo nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam wixii uu ka tegey. Waxaan uga jeedaa marka qofka mu'minka ah
همي كوريا بو لوغا بهينو ياشو هان انو ياشو قران كا إيا سنة دا مكا ديكتانا سيابة بدن بي مسألة دا ينوفرين أصاليبتا لا ينوفرين وحاكا ميدا وحا قران كو ينوط الماما يا يدو لغو عاية يا قران كو لغو عابين يا كوا هان كا يرلي إلهي قران كا نمبو كا ورمي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين الى يوح لا يدتك واحد غور انت نبي محمد وكي انو اياتك هيك سيني قفك الهي اياتك سي علم وحلا قبري وحلا فيل يدين مال سري هان سري وياشو لكن ربي يوح لا يو كسيبت وحقو اسيبت طريق الشيطان بو اسكر راعي إلهي وحكوت المام يا سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هذا ندون بقى إلهي وكو كريال إلهي لكن إساق أوحو الدورتين ودولك يسكرنا به حضيتك أدونك إيو مريه سوك الدورتي آخر دبتنا دولك يسكرنا به إلهي مركز يوحو لي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كاتو صالحي سوحو اللمدي هيبالي تساليه أيغا أيغو حيوانك سفادوك قد سينيو ليو كميتا هاي مركا لإريو أما وعب صوده أما حيقه عرب كل الله ديا مركا وسكدة قنية حسلون يهين عرب كل الله ديا حيوانك كالتاوي خلاف سين حيوانك مركا لإرياء هرادان كلولودان أي هراريودان مركا سيعربك الله الله ديان لكن أي قوسكو اسكفر ديو عربك الله الله ديان ما لو عرارين كان إلهي وحكوت المامية وعدي وعدي لانتي سوى اسكمد وايو سيقو الدين هيا بوعد لأرضي دبتنا وحل ليه هي فمثاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلهي وحكوت المام يا مركا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وحيابا قرآن كوينوت المام يا همي قصاري يا مال سرين نكفكر نوشيغ يا وحكم دا قرآن كوحكو صاروري كوا عكسي قودة وإلهي أمان أيه ويكمي دين أنبيضة يا الرصوشة يا الدتكي همي قصاري لها ولذلك با إلهي نبي يسوي حكولي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الصبر بالي سيدي الصبرين كوي قوان كلها الرسل شكمدة تتك صالحين تي واوين إلهي وحكوت الماما يا حتى هدي إمام نمد دونيان ما إمام نمد يرى مال دولة مدح لقى النقضة واجعلني للمتقين إماما إلا مدح مدى يكود ضيدان يقدك كوا إلهي كعب صدا يعني كوا هرموت كوا يقدك إلهي سبحانه وتعالى عب سيدي سير ربانيني هرموت كن نقضان وحاو قرآن كو تلمامي داتك همي قصر له يضل قصفين يا الرجولة من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ودتك همدا صار لها يا قران كنت المامي وحاو قران كنت المامي انت خير كاللغا والرمي ايا للي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كو الله اللامي برتمي هداد هن لاد هاي الربطين ادو حب برتنتو وروات جنة با الى هاي لاي ماشا وبهنين ادو برتنتا مال عدلوان وحبا اولين كدير الركيد ايا مقع كرادين تيدو وانبشو والله ميت واجنا ما شادوا بهانتي إذن نبي عليه الصلاة والسلام حليه إن الله تعالى يحب معالي الأمور إلهي وحج علي الرماه كود صرع ويكره السفاسفها كود اللي تيه حسينا ربي سبحانه وتعالى ما شعلا وحقفك مؤمن كي همك السر له وقفك آن له وقف آخر اللحظة إن وحقب تربة نبقى عليه الصلاة والسلام حديث كإمام أحمد ورينيه وعت المامة يا ورهدي قيامه كعب نبقى لي إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة
هدي قيامه كعه السجوم متكين جعنت وكوها يه فصيلة فصيلة دوا جد أبقالك تمرت جد يرو تمرد وجعنت وكوها يه فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل هدات كجارسين كرتك جارسي بالليل وقيامه بقى كعية هدنا وحنا بقول تلمامي عليه الصلاة والسلام هدات كجارسين كرتك جارسي وحنا لنا هاي همة الصلاة وواحد دين تينو جيرس أوقفك أينو مال سرك فكر هم سرنا وياش وام حي هدبا وصائشة كوغو غرغاري كرأينا دهم السريالات كوو حكم دا المجاهدة نفطي الشيطان ويكوشك شاكين ايان لكن وحدو ما هنتي مجاهدة ددل درر ياد لا درر يسا نفي الشيطان وحد كل درر يسا قوان كاد قادة تخير كاين ادبو قصوي عنين إلهينا وحلي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كو قدرره كد دالبا إلهي لي طريقة يغيغة يعني طريقة حقه الددال بو بهي ومباهنا التمني شاق شاء ومباهنا وحو بهي قفكو انتو قوانك قاطو انو الددالو هم سرياشو كاسبا رب إليه سبحانه وتعالى لنهدينهم سبلنا حب هني قفكو ينو هن صري شو وحر صريء دون سجن نضو قوك الرئيسه يا إلهي الرّ الله هنشي سيارة قيسه إنت بريدة إلهي بادسه إلهي وقرقار ستيد نبقو حلي عليه الصلاة والسلام أعجس الناس من عجس عن الدعاء داتك وحاول لي تو عاجسني مبضا وحاول تمر لي ته كي إلهي بريدي سناك تمر لغيبا ليل دادكو إمكا واحد مودين وكبير يا إلهي بريديس لكن دادكي مسلمين تهوري وحكسته اتكلمي ويدين جرنان إلهي هين سبحانه وتعالى حتى صحابة بردبو نبيكو كلاب اللهم وحويدين هلكو كقارسيي هدو ولي قفة حويديسين بو نبيكو عليه الصلاة والسلام صحابة رقبا كمي دها مركا مركو فرس كفولة هدو چادل كوردولكا كقردعو ان ولي اوران هبلو چادل كايديبنا inu isagu soo daa nabiga ay qolab balamay buu dhinac cidba wax weydiisani wa jeedal isagoo faras uu shan dhulka ka dhacay war jeedalka ay tiigso ayu diidan yahay idan qofka mu'min ka ahi wa qofka ilaahay ku xidma ee rabbigi bariya ee aan ka caajisin ilaahay bariyadiisa waxyaaba keenayn qofku hammi sare yeesho waxa kamida akhriska la akhriya siratu salihin dadki hore salafka ay salihiin taa taariikhdooda iyo siirkooda markaad akhrido tara al ajab al ujab waad u yaab badan baad arki doonta haddad ay kitab min kutub al sir haddad soo qaado akhrido oo dadkan taariikhdooda eegto waxa hayn dad hammi sara leh go'aan leh midalan inaga wax laga ba kitabka bukhari inta soo qaadayna iska akhristo tara waa sahih al bukhari وكتابك واصح لما بدأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يسوي دي سي بخاري سودو كتابك نقري انتو نلو ايي دولة دائرة الراشية حتى كاقو عيبو كييمي انتو هل قاكا سؤالو ايي ايو انتا سوچير بغداد قلي انتا سوچير دمشق قلي انتا سوچير مصر تقي انتا سوچير حجاس يمي مدينة يمي مكة يمي انتا هوالو ايني وحانو لي حديث كتابك كما قرن إلا إيا إنتان ويسيستان سلاتو كدي فالكوار رنك هل حديثو كستو قرأيو إنتو سلاتو كدو قرأي يدبتنا وحا كتابك با حديثكو قرأ بله الإمام الروياني نك الفربري فربري والراوي جيسا وبخاري نك حديثك ورين إيا وحليها بنبان أوسيح دي طبان إيا اللي حجار بوفينوس كشتايبو ليه روايتك قاركودنا وحيلين لباطن شير بصوكع كورن قف هبين كيل لباطن شير وقعية إنو مسألة بارو هبين كيل مسألة شير بينو توصنا تهنين كمرون انداك على قادة سلادة تكدا كاسم باين اوقر حق النبا بضان النقا انتك لوا وهبين الدوي ساحط لكن بخارين ووحن أروريه هبين كيبو لباطن شير كعي
لبان تجر نفينو سوشي دانا ينو مسألة علمية بارا موح قرا موح راد عيو مركها سيد دعضا ينو سو سارو كتابك وقو أصحني مبادا إلهي كتابك سيدبادي دوني دا كتاب دول سارن بالا دا وحا وقو أصحني مبادا صحيح البخاري صحيح البخاري لكن وحكوي منين همي قاله همي قاله سمحو كبلاب كلمة ساقو علماء دي سمت كمدا دقي سنية أو درس أخرون أيو الشيخ يري فعنا الله هيدا هدوني نسكد ضيو نبي قوحي حديث كأس حين أروريو وير دا وشيخ سكا مغلو قنتضا وحو قنتضا ساقو أرض ضيا وشيخ وحكا دقي سنية إنو ساقو أقوم نغضو نينك أحاديث نبي محمد أرورينا عليه الصلاة والسلام إنه ساقو نغضو هنكا سوق بي ساقو أرض ضيارة ودقي سنية شيخ يسا هانكو قبينا فعل ابو كموچين وهبين كلا باطن شاركعه فعل ابو كموچي انو كتابك يس حديث كو قرين الا ينت ويسستين وتكدم مويانه سغو سلاته كدم مويانه انو حديث كتابك يس كو قرين اذا قراءه سير السلف هذا اخرده بخاري كتابك يس الخطيب البغدادي امامك محدثين توغوا وينه وهل يراد هذا سغو شوغا بغداد ايه مقالة دا وحا سوق علي سفر ولا صعده شيخ احمد الضرير نين لا يلاهده وامام الكشميهني كاقاطي حديث كبخاري كتاب كبخاري رقال لغا برطاء ايه مقالة دا سوق علي وصفر وصعطاء مكاية حقا كسو صعدة مركاسو ويمي وحلي كتاب كبخاري ربنا اينا نكاسح عنه انا كودو الاخرينو فضل بويد اخرية كتاب كيسو لك على بحي مغرب بي بلابه دبي تنسي دي ودن سلاد الصبح بي كنتو كدين خطيب البغدادي يا حرتي سيلا سعتيبا اخريسا كتابك نمو لما انا كتاب كيسو صحانا يا وحانا لغا صحانا يا للربا كتابك سي تضبط كون حديثكو قرانتا هاي ان لدما ينن كان سعطا دا اهل لبدا هبينو هيا نيا مقالة دا مغرب بالله بلابه سيدي اللو ودا واقو بريي هبين كيدن بال لو يمي مغرب بالله بلابي سيدي لو وديبا واقو بري مالتي دنباي شيخي قولدي لسعتين يرقورين وحالا يدوو بحيا شيخي يانكا قارسينو برغادي دنبا لو يمي سيدي لو ودا عدعادو كودعضي عدعاد لعيبا هدان الله بلابي سيدي لو وديبا واقو دنبا كو بري تدبا كنو حديث بالقدو الأخري وصدح بين يا مالين واحد بخاري صدح بين يا مالين قرقي ساسكا آخر سنة ميا ليدي سوغان ميلا بقبان حديثك بخاري انتو سواق عدو كتاب كيسا سكاد طالع دو يسيري دمي بمجرد ننكاسي كتابك بخاري هيا اني كسا حدا ناسي سعداء صفر كا ايه بينا من لبه بين سدح بينو هيانا يا بغداد ان سدح دا لقد دم ما يسيري كتابك بخاري اذا سيرك هداد اخرده السلف الصالح سير كودي هداد اخرده اخريا كتابك سي علو الهمة لسيد العفاني مركو والرميو دتك صالحين تيتقي في الجهاد في العبادة في الصوم في كل شيء وكو الرمية بابك هذا آخر دابا الرق وكو الرمية وحد صورة نسور كوان مياني تلو بين آدم هين ما يبين آدم بي هايني هم بي لهاي هين وحاني الربين هنكو ديني كرنا بي هم بي لهاي هين هم عالية بيوتين وحكم إذا وحيابا قفك هم دي سكورية إن دتك خير كلا همة صار لا صاحبته إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر كحديث كشيء دتك دتبا كم ده فريال خير كواه شر كنا حريالوه كواه دتك حرته أما لا دقنتيد أما وحلو داكتيد أدنى هم يجاقو كرينيا هداد لكن لن ولا تيد ولا شيء كيستيد قرادة فرد كدرر كيو كبدا عكتا مانشستر يو لبا بولتي با ديسايا أدنى نوع عاسات صواب حيساون يعني هو هنكا هو عدات كحيدانتو أياد لها النقونيسا داد كان هنكا لي يو حبارانا يو حبارا يو هرو سعدا هداد كحيدانتنا أدنى هرادو قوريسا هداد عاطلين تا يداد كان اسكفر ديا كدر سنتنا أدنى كوا فرديات كبيريسا
وحكمده وحيابه هنك كردية إنه قفكو آخر الراد عيسي هاي هذا الجنة دونيسو دي الجنة دو حلدينك أوبوس يربع عرضها السماوات والأرض باليد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عركن يدلكم بيكوينت وحان إلى أرق وردقي مقل وقلبي بني آدم كسور دعين نعمضة تالوية نعمضة انت ألك حلقية بدات كفردية قاركودين يبدأوا صوت شيحين إن هو لنو الله يمادة صو انت أماها انت صو بدود إيا انت صو سحارة إيا انت صو هول لو مري إن هل كانوا لسو قاعدوا انت ادو باهم تيمر كاين امسا بدود وشيحدة هدات ربطو چندي ربينا تهشو مال لغوت المامي عركي يدولك يا دون كان انو شوغنو دانين ايكا وين تي قف كستا بوسكو هلي لشيغي وحد حيالة إنه يي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحان البن آدم ولقى درك نعمة كستو أدرك توي كجدي سنتي وحان دك بن آدم ولقى مقل وح كستو لقى قشي كي وكجدي سنتي بل إيه هداد عدل فرصة خيال كستو قلب جاك كصور دعه وكجدي سنتي نعمة ده أنت هلق أنت هذا بحنت أين أدمرك هم صر يالته وادو الدررتي دو دقالنتي ساوغيد باي لهاي كنت المامية ننكي آخر الدونية ووسعى لها سعيها ووصعده وشقية شقضة يوباهن طهي وقف هم مسار له هم مساري هم قري سار قف له وحلقية بادتكو اللي دامي الهبلاية كقرحته شقية رباك بلابن طولة بكون الدولارة شقة دائرة لما داكونا الدولار الدولار لم ينو حد حد سيدو سهلي لها إيادو الجنة دي ربنا سلا دا عاجس اللي قلتو كذا دو الجنة كون راض عين ايا لا أركينا دو عاجس سنم اللي يدت تتكتين قفك وهمدي سو آخرا نقطنا دي نبغو حشاقي عليه الصلاة والسلام من كانت همته همه الآخرة قفك همدي سو يهي آخرة إلهي جمع الله له الشملة إلهي بقى الرماي سوء أرورية ننك هم يسوء الدون نقضنا والوكلة فردية بلد والوكلة ياعية الدونون لبب لبكو قاري ما يسوون سومالي ده مهما هيدا وحكم ده الدون واسا قالوا متو بنوبة بيدا دان سوء كارد من ومضي من إسا أدوان ولي هالكات سلاهيد بوحياني بوحسامين إياد الدون بحيسا وحيابها هنغوري غي هنك قفك مسلم كالليدية مركا وحا كميدا ايو نبقو ينوشي غي الوهن با كميدا وهن وهن كان نبقو حكوشي غي وحب الدنيا وكراهية الموت والدنيا شعيل يقير النعيب هميغا قفك مؤمن كاوحا كورية وحا كميدا انو قيري دا حصوصته انبضان وذكر الموت نبي كو حينيدين بدن غيريدا حسوسو دد غيريدا حسوسته ادونك ددن كيسا كولا يرانيا وهي واحد رسولن مر هدات كتغيسو وات از ات ديد دو هلكان دغتاي حدي وون هدنا ادو واد كسوونايسو قيمه بدن مالي عمرغاغا واحد ضافايس انات سيستم ماها اي واخ كولا غوريا انات سيستا ويان واخ كولا غوريا وعمل صالحه إذا عمر غير هذا الدون قال سيناد عمل سالي حق لسوايا ما وحن لنا وحيابها همجا ليديا وحكم ده فطورك فطورك وحويا بنادمك وحماسة ضوضة لكن مركبة ضدك بربي حماسة دي سبخت ده قالني يلا بقى أنا يسي شيرين حلو بهين قفوا استمرارية استقامة إنه يشو سجنان يو ونكسنان وحيابا هميغا الليدية وحكمي ده واختيغا ولا ضيعه نبقى عليه الصلاة والسلام وحليه اللبا نمعا ياتشرا وضدك انت بدن ايكو كتسومين انا ايني نمعيهين بوغين وامحي نبقى حكوشيك عليه الصلاة والسلام الصحة والفراق وعافماتك ضدك مركع عافماتك ويانون بيقرتانين اي نعماهي لكن يقو عافمات قبل ما بوغين وحيستان
اللهم هدا تكتون هلكي لينيدي سو بوقدا ددك حنوسانيا سو بوقدا لينيدي ماركا ادون دخاتيرتا يا ددك حنوسانيا يا ددك ليتي كو عافيمادك واي ماركا دركتو ماركا امادورن سال الحمد لله رب العالمين والله يا دو نعمه وين باتيستا انت بدن لكن ددك ما حسوستا كلباده ان ددك حسوسانينا وفراقه وامركا فرصه هيستو ددكن دمبنا فرصد دي بابا دب كور نقطي وقتي جم حين كدي لا بال راد عيني ده جورج تي في لقوم ده داشان ما يلا واحد وقتي جس كجع لسا وقتي جاي عمر جاي آخر الجويدين يباد مالا كو حساب سبا قرن لعضي وأضرب تصيد ورد من لها قتل الوقت مالا شيك تجا مال بود بودو مال عيارة مال عين كلا جسمايو والنعمة ضادين يسوا صيدين يسوا وحيبه همي جسره هاصل لجا وحكم ده العجز والكسل وهسجة يا عاجز نمدى وحنونا دو النبي محمد إلهي كما قنقل إجري كمدي سبح كستا أذكرت النبي وآخرية وحكم إذا هاجر تيمحي اللهم إنا أعوذ بك من العجز والكسل إلهي بواب بريبا كما قنقل إجري إلهو عاجز نمو يا كسل نمو كسل نمو دونا ووهسي عجز نمو عدم القدرة إلهو أول ضرر إيه عاجز نمو إيه وهسي آنو يقول لي عمو النبي محمد إلهي كما قال إجري عليه الصلاة والسلام وحيابها همي قصره هو صور لغا وحاكم ده التسويف والتمني براد قبان ما أنت وقت قوكا يرأي وحبرشادة قرمت بلو ده وحد سلا دي دين تبرها ورطا إما كبشهن مشغول بادي رتها إن شاء الله تعالى بشه دمئ markay suu ka haga bil waliba nolosha waa ayn kan bil la faaruqaaba ma jirto dunida way in lagu itaxamaaba lagu tala galay bilu markaa waa isku mid laakiin waqtigu sidaad adigu uga dhex faaideysataa buu ku xidhan yahay waxay dhahdaan 15 minutes waxa aad siiso shaqada aad siiso cilmiga aad istiraahdo 15 minutes per day baro you will be an expert by the sanad gudihi khabir baad noqonaysaa culimada muslimiinta hore dadka waxay dhareen mawsuuca yahayeen mawsuucada ma taqaanaa encyclopedia dadkan wax walba ka jawaaba maxay u ahaayeen waxay ahaayeen dad habeenii maalinba wax barta dadka maanta jooga ninka waxbarashada u dhaqaaqa haduu hal fanni wax uga ka fahmo oo barto takhasus baan leeyahay halkaas aan doktor ku qaato ilaahay bas kaana ma wax kale baan jirin laakiin culimadii hore muslimiin tahay isaga faqihaha oo dadka kutub al-fiqh oo akhri jiray isaga tabiibaha oo wadanaha qali jiray ama meeshan qali jiray isaga juqraafista ahaa oo maababkan iyo waxa kan dajin jiray isaga xisaabta dadka u dhigi jiray isaga dhammaanteed sameynayay waa rajul waahid cimrigooduna keenan un kama gadisnayn 60 iyo 70 un bay jiri jireen wax boqolaal jiray oo saxaabadii dadkii dambaa way yariyeen kontan 60 70 un ayun bay jireen laakiin waa maxay kontan kooda macna sameynayay iyo 70 kooda waxay ahayn dad aan waqtiga luminin dad aan taswiif beraad samayn wax la yidhaahdo aani noloshooda ku jirina hadda ka bilaabma waxyaabaha hamiga hoos u dhiga waxaa ka mid a marka caqiida xumada oo dadku intay tawaakul iska qaataan masalat alqadaa walqadar intay qalad u fahmeen ilaahay baa qoray wixii alla qoran la waayo maa intuu dabada dhulka dhigo waxaasina diinta kuma jiraan إلهي سبحانه وتعالى إن هذا عمل شقيسته كفر وحد عنيس إن هذا حوكسته جنة إن هذا حوكسته قرانك ربي علمك سويا قرانك ربي علمك ترجمية يا قون يا وحن وخبير كوي هاي لكن هذا قال لك الربا فعاش إن هذا سميسه دتبع عقيدة حمضة سي جيسي إن أي عجسي وكدعه وحن كسو كوبي يا بركة waxa loo yaqaan hammigu qofku waa inta uu hungurigiisu gaarsiisan yahay hadduu hungurigaagu liito oo aad meel hoose ka fakarayso wax badan isbedeli maaya qolada psychologigu maanta waxay idhaahdaan baryerka ugu weyna qofka bini aadamka wax ka celiya bay dhahaan waa maskaxdiisa inuu qofku horumar samayn kari waayo waxay sortaagaabay leeyihiin wax kale maaha waa maskaxdiisa saa daraaddeed baa waxay yidhaahdaan
belief a self-fulfilling prophecies bay dhaadeen rumayntu iyo waxa aanad qaban karaysadu wa self-fulfilling prophecies wa nubu'a u qofku xaqiijin karo amthila badan bay sheegay laakiin aan hal tusaale idin sheego qarniga kan siiba dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaaday meelahaasi orodyahanadii dunida joogay orodadii ay ordi jireen waxaa jiray dream mile waxay yidhaahdaan 4 minute wax ku orday 1 mile ma jirin dabeetana waxay alla iska dhaadhiciyeen aanay suurtagal ahayn qofka bini aadamka bay dhahen waa limitationkiisii buu gaadhay xuduuddii ugu dambeeyey u ordi karayay buu gaadhay sidaas bay qolada biologiga iyo wax ka warantaana qaar isku tijaabiyeen ba inay caddeeyaan nin ingiriis ah oo Roger Bannister la odhan jiray baa ku qanci waayey dhakhtarna ah wuxuu rumaystay in la xaqiijin karo orodyahanna ah wuxuu arkay masaladaasi in la xaqiijin karo dabeetana tijaabooyin buu sameeyey oradadii buu isagu bilaabay 4 minute iyo 10 second buu soo gaadhsiiyey waxoogaa buu training kusii daray 4 minute iyo 5 second buu soo gaadhsiiyey waxoogaa buu training kusii daray 4 minute iyo 2 second buu soo gaadhsiiyey waxoogaa buu training kusoo daray 6 May 1954 ayaa orod la qabtay buu orday wuxuu jabiyey rekoordkii 4 minute ahaa 3:59 somewhat like that buu ku orday rekoordkii buu jabiyey jaraa'idka caalamka oo dhan baa waxay qoreen the impossible made possible canaawina wixii gayru macquulka ahaa oo wax macquula laga dhigay waxay qoreen the dream mile baa la jabiyey warar badan adduunka dhan baa isku kacay 4:56 kadib ayaa haddana landi nin la yidhaahdo Australiana orday isna kii rekoordkiisii buu sii jabiyey 4:358 buu soo gaadhsiiyey oo 3:57.9 meelahaasu ku orday bay dhaahdaan 1 sano kadib 7 iyo 30 orodyahan baa jabiyey rekoordka 4 minute in la ordi karo 2 sanadood kadib 300 oo orodyahan oo caalamiya jabiyey 4 minute in la dhaafi karo la ordi karo diwaayadan dambana 3:47 mise 4:44 ninka Moroccanka iyo ninkii ka horreeya Algerianka iyo meelahaasay marinaya maxaan uga jeednaa waxay leeyihiin ma wax cusub baa soo kordhay biniaadamka waa biniaadamkii technology kuma soo kordhin orod wax ka tara wax cunno soo kordhay ma jirto waxba ma soo karo waxa qura isbedelay bay leeyihiin wuxuu physical barrier maahayne mental barrier buu ahaa bay leeyihin jidhka biniaadamka wuu samayn karaye maskaxda biniaadamka lagu qanciyay inaan la samayn karaynin dabeetana markii hore waa loo taag waayey waayo hanka ah waa la jabin karaabaa cid qaadata la waayey hal ninaa qaatay fikraddaa in la jabin karo wuu jabiyey dabeetana orodyahanadii caalamka oo dhan baa jabiyey waxaan orodyahan xaggee ku maqnaayeen waxay ku maqnaayeen markii hore lagu qanciyey inaanad 4 gaadhi karin waxaan uga jeedaa bini aadamku hankiisa iyo waxa uu raadceeya wuu samayn karaa wuu xaqiijin karaa in 9 tusaale ka badan oo daraasaad la sameeyo nooca ku saabsan baa hadda hortayda yaalla laakiin waxaan rabaa inaanan waxba idinku mashquulinin kuwan warkooda waxaa qur-aan tilmaamaya waxa weeyaan qofka mu'minka waxaa la rabaa inuu han yeesho inuu himmad sare yeesho oo ay ugu horreyso himmadiisaasi inuu isku dayo sidii uu xaqiijin lahaa jannada inuu xagga sare ka galo firdowsi lacla sidii uu geli lahaa saxaabadii nebi maxamedna taasay u baratamayeen waxaa hankoodu ahaa siday jannada meel sare uga geli lahaayeen walidaalik bay wixii ka sokeeyo oo dhan ee noloshooda ku yimi wax fudud bay u arkayeen 7 saxaabe uu nabigu diray
ee qabaailku khiyaameeyeen ee dabeetana warqad markuu isyidhi u dhiib ninkii saxaabiga ah ee warqadii dhiibay ayay qoladii way khiyaameeyeen oo xagga dambey ninka mariyeenoo xagga dambea waran laga geliyey dabeetana xagga horaa looga soo saaray. Waa nin la khiyaameeyey oo qadri lagu sameeyey oo la dilay oo waran xagga kale looga saaray isagoo waraaq dhiibaya. Dabeetana wuxuu yidhi fustu wa rabbi lkacba, ilaahay baan ku dhaartay waan guulaystay buu leeyahay. Waayo noloshaniba isaga wax fudud bay lahayd, meel buu ku socday, hankiisu meel sare buu ahaa, dilkani wax fudud buu la ahaa maadaama goolkiisii moolku lahaa, taargetku u socday, yoolkiisii mar hadduu gaadhayo wuxuu arkayay waxa ka sokeeyo dhammi inay wax fudud yihiin. Waxaan ku soo koobayaa dariska markaa ikhwati fi lcaqiida, waxaynu u baahannay dadka muslimiinta inay hansara yeeshaan oo ah inay wax qaban karaan oo ah inay iyagu sidaan risaaladii loogu talagalay bini aadamka in lagu hago, oo ah inuu qofka mu'minkee muwaxidkii rumaysta inuu isagu yahay ustaadkii caalamkan loo soo diray inuu hanuuniyo. Nebi maxamed baa dunidan loo soo diray calayhi salaatu wasalaam inuu hanuuniyo, risaaladii nebi maxamedna adaa xambaarsan oo lagaaga tegay, kitaabkii qur-aanka iyo sunnadiisii adaa xambaarsan. Idan adaa ah mucallimkii dunida tan hogaamin lahaa, haddaad ku qanacdo inaad dunida dabadhilifu ahaato daba socoto, adaa hankaagu halka ku dhigay weeyaan. Laakiin waad haysaa wixii aad caalamka ku hogaamin lahayd. Waxaan ku soo koobayaa hadday waxbarasho tahay iyo hadday cibaado tahay iyo hadday aakhira raadcayn tahay iyo hadday dadnimo tahayba, qofka mu'minka waxaa looga baahanyahay inuu hansare yeesho oo meel kore gaadho wuu gaadi karayaayo aw xadiidka dhoobada uu ka kaco. Sala allahuma cala nabiy muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam.